と、あと、そういや、قبح الله وجهش، عيشة على عنيش. كل هذه الفترة بتكذبي علي وتدلعي وتقولي أنت مريضة؟ كيف ليش قمتي بحينة صفية؟ كيف هي قمتي بحينة؟ عشان تكشفي كذبش وخرطش يا خراطة. ما مش كذب، أنا والله إن أنا تعبة، غير كنت أمرن رجلي بس تتحرك. تمرني رجلي ليش تتحرك؟ كده أنت بخيرة؟ ماشي. وطول هذا الوقت وأنت بتكذبي علي وأنا تعبة وأنا مريضة ومش كسر رجلي. خرجي من بيتي، أخرجي من بيتي يا هرب، وتطرديني يا صفية؟ أطردش ونص. ها نسيتي كل الجمايل اللي فعلتها ليش يا صفية ووقفت في ظهرش؟ جمايل ايش؟ أنا ما بصرت إلا المصايب من بعد ما عرفتش. إيش من جمايل؟ نسيتي العمل الذي فعلته لجميلة، خليتها تجي ليش للباب وتطلب مني تتزوج ابن الشمسان. العمل حق جد نتيجة. يا خراطة يا كذابة. جميلة ما جت لها هانة إلا وقد في راسها حيلة، ودحين قد أتزوج بخليل، وابني شمسان محبوس هناك في السجن مرجوم، وزوجي يعلم الله وينه. الحين أنتي تبزي كل قرافدش وتلفلفي كل أغراضش وتخرجي من بيتي. حرام يا فطوم، قسما برب العباد لا أجحبلش للشارع على دغرش لما تخرجي. والله والله أجحبليني أنا؟ والله لا تندمي يا صفية، والله لا تندمي يا صفية. تطرديني يا صفية؟ والله لا أعيش يا صفية. بقلع استغلني. إني سعدية، إني سعدية يا سعدية، سعدية ديري على خدش سري ما وجابي. صفية هزأتني وزبتني وطردتني خارج بيتها. حرام إنك تستاهلي عاد مين يطردش من القرية كلها. حتى أنت يا سعدية، حتى انتي، هذا آخرة الأخوة والعيش والملح، آخرة المعروف واللي فعلته ليش، آخرة مديت ليش حجاب. انت جميلة لا عندش تقول ليش يا خالة زوجيني بنش حجاب. كذاب لك فيش يا دجالة. والله النعمة ليش خرت في خرت كله، وأنا كل يوم بنستغفر الله العظيم على الغلطات اللي غلطتها حين جيت لا عندش صدقت كلامش الباطل. يا منحوسة يا وجه الدبور. أنا منحوسة وجه الدبور؟ والله ما راحت لش يا سعدية لا انتي ولا صفية. والله لا أوريكم ولا معكم فطوم. سيري يا دبوك، والله لا أوريكم، والله لا انتقم منكم.